هرشح مين وليه؟ انا هرشح اي واحد هيعمل لي الدوله دي مدنيه. ما اناش عايز اي حاجه تبع اي حزب يكون عنده ايديولوجيه. عايز حاجه، عايز مدنيه. البلد تساع كل الشعوب اللي عايشه فيها، كل الاجناس اللي عايشه فيها هي المدنيه. مش عايز اي حاجه، لا اخوان ولا اي حاجه غير كده. انا ممكن ارشحه اي حد بعيد عن الدين، لان البلد دلوقتي مش عايزه دين، عايزه سياسه، عايزه حد قوي فاهم في السياسه، عايزه مش عايزه لا اخوان ولا سلفيين. عايزه مين بالظبط؟ عايز حد فاهم في السياسه والاقتصاد، فاهم في كل حاجه، فاهم كمان في الدين، بس مش فاهم في الدين بس. يعني اخوان احنا كلنا سلفيين، مفيش حاجه اسمها سلفيين، مفيش حاجه اسمها اخوان. احنا كلنا لينا ديانه ولينا ماشيين على نهج معين، المفروض مفيش تفرقه في الدين. عايز حد فاهم. بصراحه انا مقيم خارج الدوله ونازل زياره، انا مقيم في دوله الامارات ونازل زياره، لكن انا ارشح يعني الدكتور عمرو موسى. ليه عجبك فيه عمرو موسى؟ بصراحه يعني هو عن تاريخه يعني في البلد ان هو ليه مميزات كتير جدا يعني، واحنا ما شفناش منه حاجه وحشه يعني. الراجل تبع الشعب كله يعني، لا جاي مع الدينيين ولا مع العلميين ولا مع أوراق، مع السياسة كلها يعني، خارج مصر داخل مصر يعني. الناس ما تشكر فيه. متهيألي اللي موجودين كلهم على صحة الترشيح مش مقتنع بأي حد فيهم. أنا الأول كان عاجبني جدا البرادعي، يعني البرادعي فعلا هو اللي كان هينقل مصر نقلة كبيرة جدا. يعني بصرف النظر اللي كانوا بيقولوا عليه عميل أو كده، بس أنا فعلا مش مقتنع بأي حد دلوقتي خالص. هتشاركي في الانتخابات اللي أشهر؟ لو من هنا للانتخابات قدرت اوصل لمعلومات اكتر عن كل شخص وقدرت افهم او اعرف ان الشخص دوت فعلا مصداقيته بجد، اصل هما كلهم بيقولوا برامج والله اعلم هما فعلا هينفذوها ولا لا. فلو قدرت اوصل اللي فعلا الشخص دوت كل الكلام اللي بيقوله هيعمله اكيد هنزله. هو بغض النظر عن ان الدكتور برادعي خلاص للاسف ما نزلش الانتخابات، ودي كانت حاجه مضايقاني ومضايقه شباب كتير جدا جدا. فانا شايف ان انسب الموجودين دلوقتي هو الدكتور عبد المنعم مفتوح، لان انا شايف ان هو يعني واخد من يعني فكره وعقليته واخده من كل التيارات، واخد تيار ليبرالي بيفكر بفكره، اسلامي ماشي بيه، علماني ما بيقولش عليه لا، يعني بيتقبل جميع الافكار. لكن لو هتبص يعني اللي هو مش علشان انجازاته هو، للاسف علشان مساوئ باقي المرشحين، فانت يعني غصب عنك لازم تختار، لان هو انسب واحد موجود. يعني هتلاقي مثلا المرشح الاسلامي اللي هو عايز يحط لك البلد كلها اسلاميه، وده مستحيل طبعا لان احنا معانا اخواتنا اكباط في مصر، فصعب البلد تمشي بالنظام الاسلامي الرسمي اللي هم عايزينها تمشي بيه. انا معظم اصحابي كريستيان، فلا انا ما احبش كده، لاني جربنا كمان حكمهم في مجلس الشعب، فهم بصراحه يعني ادونا الدافع الجامد ان احنا نرشح اي مرشح اسلامي. فلا هو انا شايف ان هو انسب واحد دلوقتي في غياب الدكتور البرادعي، لان طبعا ثلاثه فلول مترشحين. الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح راجل مننا وعلينا وكويس، وهيرضى باللي ربنا هيسمه له، وهيظبط البلد ظبطه حلوه. دي اول حاجه. تاني حاجه، لا ليه علاقة بالمجلس العسكري ولا هيشاورهم في اللي هو هياخده، ولا هيكون ليه أي صلة بأي رشوة تتعرض عليه، ولا أي سرقة ممكن تتعرض قدامه ممكن يسرقها، ولا أي حاجة من الحاجات دي. أنا لسه مش عارفة، بس اللي أنا حباه دلوقتي حمدين صباحي. وأنا لو هروح أنتخب هيبقى إن شاء الله الدكتور عبد المنعم مفتوح، يعني اللي شايفه اللي هو متطرف اسلاميا ولا متطرف علمانيا، هو وسط، وممكن نقول مع شباب الثوره شويه يعني. لكن انا من وجهه نظري انا ضد الانتخابات خالص.